أفراد. إذا نحن هنا على محور جمعية الزهراء في مدينة حلب، حيث بدأت فصائل المعارضة هجوما واسعا على عدة مواقع لقوات النظام والميليشيات الإيرانية على هذا المحور. بدأت هذه العمليات باستهداف مواقع قوات النظام بعربتين مفخختين، وتلتها أيضا عربة أخرى استهدفت مواقع لقوات النظام على هذا المحور. بدأت مجموعات الاقتحام بالدخول باتجاه هذه المحاور والاشتباك مع قوات النظام في ظل قصف مدفعي مكثف يستهدف المنطقة.